أهلا بكم مشاهدين في هذا الموعد الإخباري من قناة 22. وجهت 17 منظمة حقوقية دولية غير حكومية دعوة للحكومة التونسية إلى عدم تسليم المدافع عن حقوق الإنسان زكي حناش إلى الجزائر بعد إدانته مؤخرا بثلاث سنوات سجن نافذة غيابيا مع أمر دولي بالقبض عليه. وجاء في الرسالة أن هذه المنظمات تعبر عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي لحناش، وذكرت الرسالة أو ذكرت الحكومة التونسية بأنه يتمتع بحماية دولية كلاجئ، وأن لجنة مناهضة التعذيب طلبت منها مؤخرا في 6 مارس الجاري عدم تسليمه إلى الجزائر. كما أشارت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى أن زكي حناش بصفته لاجئا فإنه يتمتع بالحماية من الإعادة القسرية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 التي صادقت عليها تونس، وكذلك بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا، كما أن تونس دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب. هذا ودعت المنظمة الحكومة التونسية إلى الالتزام باحترام الحماية الدولية لحناش وإبلاغ لجنة مناهضة التعذيب برغبتها في عدم طرده أثناء النظر في قضيته. قال المحامي الأستاذ عبد الغني بادي أنه لابد من منح استقلالية تامة للسلطة القضائية بالجزائر وتأسيس قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات. وصرح المحامي عبد الغني بادي لبرنامج بكل حرية على قناة 22 أن الدستور الجزائري ينص على استقلال القضاء، لكن في نفس الوقت يضع المجلس الأعلى للقضاء بين يدي رئيس الجمهورية. مسألة استقلالية القضاء هي مسألة أثارت الكثير من الحبر، والنظام الجزائري منذ 63 مر بعدة دساتير، ما اعترفش في بداية الأمر في 63 حتى في 76 ميثاق الوطني إلى غاية 89 بدينا نتكلموا على السلطة القضائية. فيما قبل كان على تعرف بأن الدستور 63 كان يعطي جبهة التحرير فوق السلطة القضائية، أنه جبهة التحرير فوق كل السلطات، أتصور أنه حزب سياسي فوق القضاء. في 63 هذا هو التفكير متحجر، يعني احنا رانا في كوارث. الان الدستور الجزائري يتكلم على استقلال القضاء، لكنه يضع المجلس الاعلى للقضاء بين يد رئيس الجمهوريه، يضعه بين يد السلطه التنفيذيه. من يراس المجلس الاعلى للقضاء؟ هو رئيس الجمهوريه. من يراس النيابه وجهاز النيابه الى اخره؟ هو وزير العدل. وزاره العدل ما زالت تشرف على جهاز النيابه. فهذا التداخل وهذا الارتباط بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه في الدستور ما زال موجود. هذا وأضاف المحامي عبد الغني بادي بأنه في السلطة التنفيذية اليوم رئيس الجمهورية هو الأعلى، حيث يشرف على تعيين القضاة أو تحويلهم أو فصلهم، الأمر الذي يؤثر سلبا على استقلالية الجسم القضائي. رئيس الجمهورية، منصب رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية هو الأعلى، ويشرف في نفس الوقت على تعيين القضاة وتحويل القضاة وحتى ما يسمى بتأديب القضاة وفصل القضاة. هذا التداخل الواضح بين منصب رئيس الجمهورية اللي هو رئيس السلطة التنفيذية ومنصب رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك ارتباط النيابة بسيد وزير العدل أو منصب وزير العدل ووزارة العدل من الناحية الوظيفية ومن الناحية العضوية، يؤكدان بما لا يدع مجال للشك بأن هذا الارتباط هو الذي سبب تصريح التبون في كل مرة على الصحفيين، يخرج يتكلم على الصحفيين ويقول خبارجية، لأنه يعتقد بأنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هناك واحد المصطلح يذكره كثير من المواطنين، لكن القضاء الدستوري في فرنسا منذ سنوات وضع له حد وقال بأنه ليس من غير لائق أن نطلق على رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد. في أخبار معتقلي الرأي، تم أمس تأجيل محاكمة كل من معتقل الرأي أحمد أسعيدان في قضية غير موقوف فيها، ومعه كل من بومد هشام والصياد سامية وزكية منداسي وعمر لوراري وأمس أمام قسم الجناح لدى محكمة سيدي محمد، وذلك ليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري. هذا وتمت برمجة محاكمة الناشط محمد سلمان ليوم الثلاثاء 28 مارس الجاري أمام قسم الجناح بمحكمة عين الدفلة والمتابع بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية.
دوليا تواصل السلطات التركية توقيف مدير قناة أورينت علاء فرحات ومقدم برنامج تفاصيل أحمد الرحاوي منذ ليلة أمس بعد شكوى تقدم بها ضيف حلقة من برنامج تفاصيل. وتشير أورينت إلى أن عملية التوقيف تمت بعد تصوير الحلقة مباشرة وقبل بثها بساعة كاملة على منصات أورينت الرسمية. وأكدت القناة في بيان نشرته على موقعها اليوم أن مضمون الحلقة المتوفرة كاملة دون أي اجتزاء على كافة مواقع التواصل والمنصات، تظهر أن ما ورد فيها راعى كل جوانب العمل الصحفي المهني وغطى موضوع النقاش من قبل المقدم والضيوف المشاركين في الحلقة من كافة الزوايا ودون أي تحيز أو توجيه اتهامات أو افتراءات أو نشر أخبار مضللة. وحسب نفس البيان ففي بداية الحلقة وبعد قراءة المقدمة هاجم الضيف المحلل السياسي التركي أوكتاي يلمز المقدم أحمد الرحاوي ووجه له وللسوريين عبارات عنصرية مستخدما عبارات فوقية ومستهجنة من الجمهورين السوري والتركية. لا تريدون أن تكون دولة تكون لها حدود؟ كل هذا افتراء وكذب وتضليل وإثارة. وأين الكذب؟ وأنتم لمن يعني دخل العمل دخل. لمن لا أدري. أين الكذب إفتراء في الموضوع؟ وأين الافتراء في الموضوع؟ من أنت تتهم الدولة؟ لا تقل لي من أنت، لأنه أنت؟ فيها من أنت؟ من لأنه أنت في هذه اللهجة لهجة تصغير. احترم نفسك. احترم نفسك وخلي. لا أحترمكم. لا أحترم هذا بالسلوك. لا تحترمنا. تفضل غادر. غادر الحلقة. من أنتم؟ غادر. غادر. غادر الحلقة. تفضل. لو سمحت. إذا كنت تفتر على بلادي. لو سمحت. لو سمح. لو سمح. لو سمح. لو سمح. لو سمح. إما ناقش باحترام أو تفضل غادر الحلقة. لا هذا ولا حرف ولا كلمة ولا كلمة ولا ولا كلمة. إما تناقش باحترام وأدب أو تغادر أو تغادر الحلقة. اختر. هذا ليس اختر أدب. الآن. هذا افتراء. اختر الآن. تريد أن تكمل الحلقة؟ لا أبدا. تفضل. ليس بهذا الشكل. تفضل. يعطيك العافية. تفضل. ولا كلمة. ناقش باحترام. ناقش باحترام. لا تريدون أن تكون. اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الإمارات باحتجاز 2400 أفغاني على الأقل بشكل تعسفي في ظروف وصفتها المنظمة بالمزرية لأكثر من 15 شهرا. وبحسب المنظمة الحقوقية فقد تم إجلاء 2400 إلى 2700 أفغاني إلى الإمارات بعد سيطرة طالبان على كابول في أوت 2021، وما يزالون محتجزون تعسفا مع فرض قيود على حرية تنقلهم ونقص المشورة القانونية اللازمة لهم. أدى ونشدت المنظمة الحقوقية السلطات الإماراتية الإفراج بشكل عاجل عن المحتجزين وتوفير إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضعهم واحتياجاتهم المتعلقة بالحماية. نهاية الموجز، في أمان الله.